الآن الساعة 8 صباحا بتوقيت بغداد، هو موعد خروج المواطنين الذين أصبحوا ككائنات تخرج من منازلها لأجل اختزان الأشياء في زمن الجائحة كورونا. زين اكو يشتري اكو ما يشتري، سوق مو قوي. الساعة شقد فتح؟ الساعة 7-8 للوحدة الثنتين الثلاثة يجون عزل، بس الحكومة ما تخلينا، يا اللي يجي يقول نتحرك من هاي. وهنا يبدأ مشهد آخر، هو تعقيم شوارع وأحياء مدينة كركوك العراقية بالمرشات كإجراءات احترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا. والآن الساعة 11 صباحا، يبدأ المشهد يتغير في الشوارع كون بدأ حظر التجوال. باشرنا فرض قانون منع التجوال على كافة المحلات والمواطنين اللي متجاوزين سهل. منطقة كراسي الشمال قرب الكنيسة، قرب الكنيسة المواطنين اللي هو نفس الصحراء طوبة، ما يقارب بين 50 شخص من متفرج ولاعب يلعبون بالملعب. إذا أكبر سيد رزار قوة جيدة ألقوا القوة عليهم كلهم رزار. كأجهزة الأمنية يومية توعية عن طريق الإذاعات والصحفيين والإعلاميين مع البس، مع الأسف مع لهيج حالة الناس المواطن ما يفكر بأنه هاي المرض هاي الفيروس هل قد خطر على إنسانية وعلى صحة الإنسان، وما يفكر يوميا. إحنا أنتم هم تلاحظون ازدحام كثيف بالشوارع، لكن رغم ذلك لا تزال توجد حركة للمواطنين. وعند سؤالهم لماذا أنتم في الخارج تكون الأجوبة والحجج وهية، وهنا الصورة تتكلم. ويتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وبعد غروب أشعة الشمس وأنا لازلت جالسا داخل عجلة القوات الأمنية العراقية، ووسط هذه العتمة لا تزال القوات الأمنية تعمل على تطبيق قرار حظر التجوال داخل مدينة كركوك. وفي النهاية لا يمكن لأحد غض الطرف عن النقطة البيضاء التي تلون هذا الفيروس، رغم أن الظلام الذي يلفه أحلك من العتمة نفسها. فهل يا ترى هل تصح مقولة رب ضارة نافعة؟ لأنه كان سببا مباشرا في تنفس الأرض. من كركوك، حيدر الربيعي، قناة اليوم.